مرحبا بحضراتكم مرة تانية. يعني لمتابعة الوضع الخاص بجائحة فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة عن رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، وصرحت عن رصد ما يقرب من 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا، مع تجديد المناشدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع تزايد منحنى الإصابات ودخول مصر بالموجة الرابعة. تفاصيل أكتر عن الوضع الخاص بجائحة فيروس كورونا، احنا معانا عبر الهاتف دكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لحضرتك وكل المشاهدين. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. الله يخليك. خليني أسأل حضرتك يا دكتور في البداية، يعني إحنا وصلنا للمرحلة التصاعدية للموجة الرابعة، وهل زيادة أعداد الإصابة ده أمر يعني إحنا متوقعينه خلال هذه الأيام؟ والله زي ما حضرتك تفضلتي، هو فعلا إحنا يعني حتى السيد الوزيرة خرجت من فترة قالت إن إحنا فعلا داخلين على الموجة الرابعة أو بما يسمى الموجة الرابعة، ابتداء من منتصف سبتمبر، وهيبقى في ازدياد مضطرد لعدد الاصابات. لانه من المعروف انه متحور دلتا ودلتا بلس ده بيبقى مشكلته الوحيده هو زياده الانتشار وزياده الاصابات. بس الملاحظ في الكيرف يعني، وده شيء ايجابي طبعا للي هو بيبص بنظره علميه، يعني انه بالرغم من ازدياد عدد الاصابات الا ان عدد الوفيات بدا يقل. وده هو الشيء اللي احنا يعني بنرجوه، هو المشكله مش عندنا في عدد الاصابات بقدر ما هو عدد الوفيات. عدد وده طبعا ممكن يرجع لاسباب كثيره، منها انه مصر بدات تاخد خطوات ايجابيه في قصه التطعيم، واحنا بدانا بالفعل في تزويد يعني في زياده وتيره التطعيم من خلال المناشدات ومن خلال المبادرات، يعني واخرها يمكن كانت مبادره معا نطمئن تسجيل الان. فمع الوقت وتيره التطعيم هتزيد، واحنا معروف وكل العالم عارف انه التطعيم هو السلاح الوحيد في ان احنا نقدر نحتوي هذه الجائحه، وخاصه متحور دلتا، لانه كل ما عدد التطعيم زاد كل ما فرصة الفيروس انه ينتقل من شخص للثاني بتقل، وبالتالي عدد الاصابات بتقل والوصول الى المستشفيات والحالات الخطرة بتقل. بس ده مش معناه ان احنا نتراخى في الاجراءات الاحترازية زي ما حضرتك تفضلتي. صحيح، احنا لازم برضو نرجع نشدد على الاجراءات الاحترازية، لانه برضو يعني هو مشكلة هذا الفيروس انه حتى الان مش معروف مساره الطبيعي بيمشي ازاي، يعني ممكن فجأة تلاقي حضرتك انه حصل تحور بدون سابق انذار. فاحنا حتى الان لازم ناخد احتياطاتنا من ناحية الاجراءات الاحترازية ده من ناحية، ومن ناحية سرعة التسجيل وعدم التخوف من التطعيمات. بالضبط، يعني على ذكر التطعيمات يا دكتور والتخوف من التطعيمات، بنسمع انه بعض التطعيمات واللقاحات الموجوده بتجيب تجلطات، فالناس ابتدت تخاف خصوصا مع وصول دفعات جديده من تطعيم أسترازينيكا بالتحديد يوم الجمعة الدفعة الأولى والسبت الماضي الدفعة الثانية، والناس خايفة تروح تطعم بهذا اللقاح بالتحديد. هل ده حقيقي؟ بص حضرتك، ده بالعكس ده يعني منافي للحقيقة تماما، يعني هو ممكن في حالات معينة وحالات لا تعد على صوابع الإيد الواحد في المليون، يعني مثلا 3 في المليون، وده بيبقى عندهم اصلا مشاكل في التخثر بتاع الدم من قبل حتى التطعيم، يعني ممكن التطعيم ما يكونش ليه سبب في حته التجلطات، لكن هذا التطعيم بالذات، هذا اللقاح بالذات أسترازينيكا من اللقاحات اللي اثبتت كفاءه عاليه جدا حتى في احتواء دلتا، متحور دلتا، يعني متحور دلتا برضو في تطعيمات ما بتجيبش معاه نتيجه قوي، لكن متحور لقاح أسترازينيكا يعني بيدي نتيجه من 65 ل 70% في الوقايه من الاصابه بمتحور دلتا. فاحنا ما نبصش على يعني سوري الثلاث حالات في المليون ونهمل بقيه المليون، يعني فاهم قصدي ايه؟
فاهمة أكيد. طيب خليني يعني الفكرة إنه الناس لا ما تتخوفش، ده بالعكس يعني يحاولوا يعني يجروا على التطعيم، لأنه إحنا برضو يعني إحنا لسه برضو في قبل بداية فصل الخريف، وأنت عارفة فصل الخريف بيبقى من الفصول اللي بتشهد ازدياد في 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 فيروسات اللي هي الفيروسات التنفسيه بالذات زي الانفلونزا الموسميه وفيروسات كورونا، بيبقى في ازدياد في عدد في انتشار في هذا الوقت بالذات من السنه. فلما يعني ناخذ اجراءاتنا قبل انت عارف حضرتك اللقاح عشان يدي مناعه ضد الفيروس بياخذ على الاقل 15 من اسبوع ل 15 يوم من بعد تلقي الجرحه. طب دكتور مجدي يعني سؤال بيجي على اذهان الكثير اللي خدوا التطعيم، احنا خدنا الجرعه الاولى وخدنا الجرعه الثانيه وبرضه اتصابنا، يعني هل التطعيم واللقاح بيدي فاعليه لانه انا اهاجم الفيروس لمده محدده؟ هو ده سؤال حضرتك وجيه جدا. التطعيم لا ينفي عدم الإصابة مرة تانية، لا التطعيم ممكن الإنسان يأخذ التطعيم ويصاب مرة تانية، بس هل مدة الوقاية ما بعد الجرعة الثانية دي مين بقى اللي يحددها؟ أولا طبعا في الشركات اللي بتعمل أبحاث زي فايزر وموديرنا قالوا إنه هو التطعيم ما بيستمرش مثلا من 4 لـ6 شهور كوقاية من الإصابة، لكن برضو ده بيعتمد على الفروق الفردية ما بين الأشخاص، بمعنى أنه في حاجة اسمها جهاز المناعة وذاكرة جهاز المناعة، كل ما كان ذاكرة جهاز المناعة قوية كل ما كان مدة الحماية بعد التطعيم أطول. يعني في ناس ذاكرة جهاز المناعة بتاعتها ضعيفة فهو يأخذ التطعيم ممكن بعد شهرين يصاب، لكن في حد تاني ذاكرة جهاز المناعة بتاعته قوي ممكن ياخد التطعيم ويقعد سنة بعديها جهاز المناعة بتذكر الفيروس أول ما بيدخل بيكون له أجسام مناعية. يعني على حسب الشخص، مش محددة بمنطق معين يعني. بالظبط. طيب. بالظبط. طيب احنا سمعنا على مواقع السوشيال ميديا حضرتك تأكد او تنفي يا دكتور هذه المعلومات انه هيكون في جرعة ثالثة معززة، ان احنا يعني نعزز الموقف تجاه الفيروس، هل ده حقيقي؟ هو بالفعل منظمة الصحة العالمية قالت انه يعني في دول غربية وامريكا حبت تعمل جرعة معززة من اللقاحات بتاعتها، لكن طبعا منظمه الصحه العالميه بصت للموضوع انه في دول ما خدتش اي نوع من انواع التطعيمات او الجرعات حتى الان، فمش من الانصاف ان احنا ناخد جرعه ثالثه والباقي ما ياخدش خالص. لكن هم حطوا برضو رولز وقواعد للجرعه الثالثه المعززه، بحيث انه الجرعه الثالثه المعززه دي هيدوها للي هو فوق ال 65 سنه، وده لانه جهاز المناعه بتاعته اوريدي بقى ضعيف وذاكره جهاز المناعه بتاعته بقت ضعيفه، فهو من المحتمل انه يصاب واصابته ممكن تعمل مشاكل. فقالوا اللي هو فوق 65 سنه ياخد جرعه معززه ثالثه بعد 6 شهور من الجرعه الثانيه، بعد 6 شهور من الجرعه الثانيه. بالاضافه للي هم بيعانوا من مشاكل صحيه من امراض مستعصيه أو أمراض مزمنة حسب إرشادات الطبيب المعالج، حسب إرشادات الطبيب المعالج. تمام. يعني لو الطبيب المعالج شايف إنه هو محتاج لجرعة معززة ثالثة بيضطروا إن هم يدوله، لكن طيب. في المجمل مش هيتاخد جرعة معززة ثالثة إلا للحالات اللي أنا قلت لحضرتك عليها. طيب اخيرا يا دكتور، يعني احنا مع اقتراب دخول المدارس وحابة حضرتك تدينا شوية نصايح طبعا للطلاب في المرحلة دي، لان احنا هنكون في ذروة الموجة الرابعة مع دخول المدارس، كمان اهمية تطعيم الطلاب وهيئات التدريس وانعكاسه على الوضع بشكل عام. بالضبط. والله بص حضرتك، كان يعني وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كان ليهم رؤية في الموضوع ده، انه هو بيحاول يحمي طاقم التدريس بالنسبة لوزارة التربية والتعليم اللي هو البيئة المحيطة بالطالب، بحيث انه ما يعني المدرس ما يبقاش هو المصدر العدوى للطلاب.
فهيتم تطعيم كافة أعضاء التدريس يعني كمدرسين وكإداريين العاملين في المدارس قبل بداية دخول العام الدراسي. بالإضافة حتى الآن طبعا هم بيدرسوا بالنسبة للقاحات زي فايزر، يعني إن هم يطبون، أو حضرتك تفضلتي قلت إن هم الدولة بدأت يعني دفعت 191 مليون دولار في استيراد بعض اللقاحات، وده غالبا ممكن يكون التفكير في ان احنا ندي الطلبة لحد 12 سنة زي الدول الأوروبية وزي أمريكا، بحيث ان احنا نحاول لقدر الإمكان نعمل احتواء للجائحة في الفئة العمرية دي، وبالتالي هتنتظم الدراسة ومش هيبقى في مشكلة. لحد ما الموضوع ده يحصل لازم نتبع الإجراءات الاحترازية في المدارس، بمعنى أنه طبعا التباعد الاجتماعي ما بين الطلبة ما بين بعضيها، يعني التوعية بغسل الإيد كل ربع ساعة للطالب، ارتداء الكمامة أو الفيس شيلد بالنسبة للأطفال الصغيرين، طبعا النظام الغذائي السليم بالنسبة للأسرة عشان يقوي مناعة الطفل، كل ده لازم يكون في إطار من الاهتمام عشان نقدر نعود بالعملية الدراسية زي الأول. ويعني لأنه طبعا حتة الأونلاين يعني لا احنا مش بنطالب بالاونلاين يا دكتور، احنا عايزين المدارس تشتغل. انا لسه بقول للاسف احنا لغايه دلوقتي تجربه الاونلاين ما 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 يعني ما خدتش مردود كويس عندنا، فاحنا عايزين انه الدراسه فعلا ترجع وانه الطالب يرجع يتفاعل مع لانه يعني هي بالنسبه للتربيه والتعليم الطالب لازم يبقى فيه تفاعل ما بينه وما بين صحيح اصحابه كمان، بالنسبه للطفل الصغير بيفرق جدا يعني. بالظبط، لان هو يعني ده واحد عايز يعني التربيه والتعليم بالنسبه له حياه، يعني ان هو يتفاعل مع اصحابه يتفاعل مع المدرسين. لكن نتمنى ان شاء الله يعني يا دكتور يكون الايام اللي جايه فيها خير. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور مجدي عدلي مدير اداره مستشفيات مكافحه العدوى والجوده بمستشفيات التامين الصحي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.